أكيد يعني يجب أن يكون هناك التوازن بتوزيع هذه المخصصات التي خصصت من قبل وزارة المالية للمحافظات، ويجب يعني دراسة يعني ماذا تعاني هذه المحافظة أو تلك، والوقوف على أسباب تردي الخدمات مثلاً أو تأخر المشاريع. يعني ندرس كل وزارة كل محافظة على عدة. محافظة الشهداء، الجرحى، هذا المقدومة إيد، المقدومة رشدي، هذول يستاهلون تبنون المحافظات متعمروها لهم وخدماتهم. التحدي الأكبر الذي تعاني منه الموازنة هو العجز الموجود في الموازنة، وإن كثير من المحافظات وخاصة محافظات الوسط والجنوب إنها محافظات أصلاً هي مظلومة، لأنه البنية التحتية، ثانياً هي البصرة هي منجز أو هي نقول مصدر الإيرادات للعراق، لأنه ترسو على آبار من النفط، فيجب أن تكون هذه مميزة. حياكم الله. في كل عام تأخير وتخصيص يفتح أبواب النقاشات والسجالات، موازنة تغيب الأشهر وتظهر فجأة لتبرز معها الاختلافات تارة بين الوزارات وأخرى بين المحافظات، وصولا للجان وإلى النواب في أروقة البرلمان. بيانات تثير التساؤلات لا وجود للإجابات، لا من الجهة التنفيذية ولا من الجهة التشريعية. من يعدل ومن يقرر؟ من يغير ومن يصوت؟ ومن سيرضى ومن سيعترض؟ استفهامات تؤخر وتعقد ولا تمضي بالمشروع نحو الإقرار. لإضافة التأخير إلى التأخير، فهل سيكون مصير الموازنة بين الشد والجذب؟ أم أن رفع الأيادي يتطلب وقت؟ تكهنات تدور في فلك 329 نائب، فمتى ستحسم؟ ملفنا الأول راح يكون عن التخصيصات المالية للمحافظات في جداول موازنة العام 2024. محور الحديث راح يكون مع الخبير الاقتصادي الدكتور صفاء الشمري، سينضم إلينا بعد قليل، وأيضا سينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر. حياك الله سيادة النائب. حياكم الله، شكرا جزيلا، بارك الله. أهلا وسهلا. تخصيصات المحافظات لطالما أثارت جدلا كبيرا في البرلمان العراقي، يا ترى شنو السبب؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفك الذي هو بالطريق ولجميع مشاهديكم الكرام. طبعا احنا يعني في كل موازنة الحكومة لديها سياسة قد تعزز في احدى الموازنات دور المحافظات عندما تكون هناك مشاكل في المحافظات، وقد تعزز دور الوزارات عندما تكون هناك مشاريع استراتيجية يعني على مستوى الدولة وليس على مستوى المحافظة. يبدو أن الحكومة خلال موازنة 2024 ارتأت إلى أن تعزز دور الوزارات، لأن المشاريع الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة هي كبيرة جدا وهي تحتاج إلى موازنات كبيرة، فبالتالي تعزز دور الوزارات. هذه من جهة. من جهة ثانية، لا ينبغي أن ننظر إلى موازنة المحافظة من حيث تم تخصيصها مباشرة للمحافظة. لدينا موازنة 211 تريليون دينار، هذه المبالغ كلها ستصرف على من جهة على أبناء الشعب العراقي، ومن جهة ثانية على خريطة الدولة العراقية. ف
ما يصرف على عن طريق الوزارة وعن طريق الهيئة وعن طريق المحافظة كلها ستذهب إلى نفس الوعاء الذي يسمى طيب. المحافظة. فقد يكون مثلا في الجداول، أنا لدي جداول مقارنة بين الموازنة الجارية ل 2023 و 2024. هناك وزارات يعني زادت موازنتها وهناك وزارات قلت، هناك محافظات أغلب المحافظات زادت، المحافظة الوحيدة التي قلت هي محافظة البصرة 32 مليار دينار. ولكن هذا لا يعني أنه هناك غبن لهذه المحافظة، لأنه مثل ما قلت قد يكون هناك مشاريع استراتيجية تنفذها الوزارة الفلانية في نفس المحافظة التي يدعي أصحابها ونوابها أنها مخبونة في هذه الموازنة. نعم، ولكن سيادة النائب هنالك حديث عن ظلم للمحافظات، يعني أنت حضرت ذكرت أن البصرة قللت حصتها، لكن البعض يقول أن هذا ظلم ومحافظات الجنوب والوسط هي بالفعل قليلة، ولكن محافظات الإقليم أعطيت يعني أكثر من حصتها. هذا كلام الشارع وكلام بعض النواب في البرلمان العراقي. هذا الكلام غير دقيق، هذا الكلام غير دقيق. نحن يجب أن يعني نتكلم بلغة الأرقام حتى تكون الصورة واضحة. على سبيل المثال، أنت تكلمت عن الإقليم. الإقليم في كل المبالغ المخصصة له في الإقليم هي حوالي يعني أقل من 21 تريليون، هي 29 تريليون و 910 مليار. إذا تقسمها على المجموع الكلي للموازنة، إحنا دا نتكلم لغة أرقام، ما أقسم إذا عندك الحاسبة بالموبايل هسا قسميها واستمعي لي، أقسمي 21 تريليون على 211 تريليون مجمل الموازنة، يطلع لك أقل من 10%. قسمي الموازنة الاستثمارية للإقليم 4 تريليون و 950 مليار، قسميها على 55 تريليون و 17 مليار، يطلع لك أقل من 10%. يطلع لك أقل من 10%. أنت دا تنطي للإقليم 20 تريليون، في حين أنه 190 تريليون ل 15 محافظة. قسم ما تعطي للإقليم 21 على 3 محافظات يطلع لك 7 تريليون. قسم ما تنطي ل 15 محافظة 190 تريليون، يطلع لك على الأقل 11 إلى 13 تريليون. فبالتالي الحديث عن أنه الإقليم أخذ أكثر من حصته، هذا الكلام غير دقيق. طيب. أبداً. يعني شنو أبرز ملاحظات حضرتك المشخصة على الموازنة؟ عدد التأخير، لأنه دائماً إحنا نشكي من مشكلة التأخير. أولاً التأخير مثل ما تفضلتي مخالف لقانون الإدارة المالية. العجز الكبير بمخالف لقانون الإدارة المالية. هناك يعني ملاحظات أنا لا أسميها الظلم أو عدم عدالة، وإنما أسميها عدم وضوح رؤية، لأنه نحن هذه المبالغ لن تصرف خارج العراق، ستصرف داخل العراق. إذن ينبغي علينا أن نستضيف وزيرة المالية ووزير التخطيط، ونضع خريطة الدولة العراقية بتعدادها السكاني وبمواردها وبحاجتها الفعلية. هذه المعايير الثلاث يعني ينبغي أن يتم التحقيق فيها. مثلا محافظة مثل البصرة، محافظة مثل أنبار، محافظة مثل دهوك، لا ينبغي أن يحسب حسابها كحساب محافظة مثل سماوة أو محافظة مثل بابل، لأنه نسبة الفقر فيها أكثر من جهة، وثانيا هذه المحافظات ليس لديها موارد أخرى غير موازنة الحكومة. نعم. في حين أنه دهوك وبصرة وأنبار فيها منافذ حدودية، بعض المحافظات مثل دهوك ومثل البصرة فيها بترودولار النفط. فبالتالي ينبغي أن نجمع كل الموارد التي تأتي للمحافظة، ثم نحكم بعدم يعني بمظلوميتها من عدمها. فمن السابق لأوانه، لا، نحن في اللجنة المالية سنستضيف وزيرة المالية ووزير التخطيط، وسنستفسر عن توزيعهم لهذه المبالغ، وهل فعلا هناك محافظات
مظلومة أم يعني محافظات تأخذ أكثر من حصتها؟ سنستفسر ثم نستطيع أن نحكم عليه. ولكن سيادة النائب رح نرجع للمشكلة الأساس، يعني حتى لو استضافت وزيرة المالية أو وزير التخطيط، يعني سؤال لحضرتك، وإحنا ما عندنا تعداد سكاني، شلون رح تتوزع الثروات بشكل عادل وصحيح على المحافظات؟ لدينا تعداد سكاني قريب من الواقع، لأنه لدينا البطاقة التموينية، لدينا الانتخابات، لدينا يعني لدينا هواء شغلات. مو صحيح نقول مثلا ليس لدينا تعداد سكاني، ليس لدينا تعداد سكاني دقيق، ولكن لدينا تعداد سكاني قريب. مثلا انت تقول لي محافظة دهوك ايش قد سكانها، محافظة بابل ايش قد سكانها، عندنا البطاقة التموينية، عندنا هاي المصادر تتأكد من عندها. طيب حضرتك قلت عدم وضوح رؤية، منو يتحمل مسؤوليته فيما يتعلق بالموازنة؟ يعني للأسف بعض السادة النواب وبعض المحافظين استعجلوا في إبراز مظلومية وظلم ومظلومية وهذني. كان المفروض أن نستفسر ونضع خارطة الدولة العراقية أمامنا ونوزع الموارد الموجودة الموازنة على المحافظات، ثم نحكم على مظلوميتها من عدمها. يعني مجرد المجيء ببعض الأرقام يعني تصميم جدول، وهذا الكلام صراحة غير علمي وغير منطقي لا يخدم الواقع العراقي. ينبغي أن نتكلم بعد أن يعني نتحقق. ولكن سيادة النائب، نعم، ولكن من انتقد هذه الموازنة هم نواب في البرلمان العراقي، يعني شلون يقدر ينتقد قبل ما يتأكد؟ النواب ليسوا معصومين. لا، هناك نائب واحد مثلي، هناك عضو بمجلس المحافظة واحد مثلي، وعد جمهوره بتنفيذ المشروع الفلاني أو باستحصال الموافقات الفلانية في يعني مزادة انتخابية، والآن ده يتقاتل على أن يأتي بذاك المشروع من خلال يعني القنوات اللي هو يعني يستطيع أن يوصل لها. فلا يعني لا يجوز لنا كنواب أن يعني نوعد الناس ببعض المشاريع وببعض الموازنات في حين أنه هي صلاحية حصرية للحكومة. الحكومة هي التي هي أدرى بمصالح البلد وكيفية توزيع الموازنة. يعني المهم أن لا يتحقق، يعني أن لا تبقى هناك مظلومية. أما أن تحل كل مشاكل البلد في موازنة واحدة، باعتقادي هذا مستحيل. نحتاج إلى تريليونات الدولارات لكي نستطيع أن نتجاوز عن كل مشاكلنا. ولكن سيادة النائب، أكيد حضرتك اطلعت على بعض البيانات من شخصيات سياسية، من نواب، من محللين سياسيين، من متابعين، أكدوا وجود مظلومية في هذه الموازنة، وقالوا دائما محافظات الوسط والجنوب مظلومة مقارنة بالإقليم. وأنا أنقل لحضرتك الرأي والرأي الآخر، فيا ترى من راح يجاوب على هذه الاستفهامات؟ أنا أتكلم بلغة الأرقام، لا أتكلم لا بمظلومية ولا ثم من هم الأغلبية في البرلمان، في الحكومة، في كل شيء؟ هل هم الكرد أم السنة، أم الكرد والسنة مقابل الشيعة، أم الشيعة هم الأغلبية؟ أنا لا أدري لماذا يبقى هناك مظلومية في الجنوب في حين الشيعة هم المسيطرين على الحكومة وعلى البرلمان وعلى المؤسسات وعلى على كل العراق. لا أدري لماذا تبقى مظلومية. هناك فساد في الجنوب غير موجود في الإقليم وفي المناطق السنية، فلنقل هذا. وإلا يعني إيش قد صار للحكومة العراقية؟ الشيعة هم الأغلبية فيها وهم الحاكمين الفعليين فيها، والآخرين مجرد يملؤون فراغات الحكومة. هسه وجود الكرد في هذه الحكومة ما هو؟ هل الكرد هم الذين يصممون الموازنة ويوزعون الموارد؟ لا، سيادة النائب تدخل بها مجاملات سياسية وتمرير ملفات كما تحدث البعض. هي المجاملات من هو الذي يجامل؟ هل هو الكردي الذي يجامل أم هم الشيعي هو الذي يجامل؟ كل الأطراف السياسية. بالأخير أختي الفاضلة، العتب ليس لا على السني ولا على الكردي ولا على حتى الشيعي. العتب على هذه المحافظات اللي تختار هكذا سياسيين يجاملون
يسرقون يفسدون، ما ادري شو تسميها نسميها. انا ما انا عندي يعني من وجهه نظري من السابق لاوانه ان نتكلم بمفهوميه يعني سياده النائب هو الفساد فقط بالمحافظات الجنوبيه، يعني ماكو المحافظات السنيه ولا حتى بالكرديه اكو فساد؟ اكو فساد في كل العراق، هي كلها طغمه واحده اساسا، نفس الطغمه موجودين من الكرد من السنه من الشيعه، لا اختلاف بينهما ابدا. نفس الفساد مجرد الاليات مختلفه، شو كيف اللباس مختلف، كيف البشره مختلفه، مجرد نوعيه الفساد مختلف والا نفسها، هي نفس طيب. الطبقه السياسيه. يعني هسه احنا اتفقنا على وجود فساد، طيب شلون ممكن ان نضع معالجات حتى هذه الموازنه تذهب بالاتجاه الصحيح يعني وتفيد المواطن بشكل واقعي؟ اذا يعني اعطيت الصلاحيات لمجلس النواب فباعتقادي مجلس النواب قادر على تحقيق هذه العداله. شنو طبيعه الصلاحيات؟ الصلاحيات المخوله لنا هي التخفيض وهي المناقله. المناقلة هي الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة، بمعنى إذا شعرنا بأنه المحافظة الفلانية أخذت أكثر من حصتها أو الوزارة الفلانية أخذت أكثر من حصتها، فنستطيع أن نناقل من تلك الوزارة أو من تلك المحافظة إلى المحافظة المغبونة أو المظلومة. المناقلة هي الحل الوحيد. لكن سياده النائب هم راح يطلعوا لك جماعه يقولوا لك المناقله باب من ابواب الفساد. هو اذا 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 انت بالعراق وتدورين براءه في 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 الصناعه في اختيار المشاريع في تنفيذ المشاريع في اجراء المناقلات في موازنات ابسط مؤسسه، فهذا خيار. العراق بمكاتب اقتصادية للأحزاب بمتنفذين ونور زهير مو بعيد عنا وتريليونات تسرق، يعني مواردنا يعني أين هي موارد المنافذ الحدودية والمطارات، أين هي الجباية، أين هي يعني عشرات الأبواب يعني دا تنباك ودا تسرق، وهذه قضية مو مخفية الكل يدري بها حتى أطفال الحضانة يدرون بها. طيب يعني حضرتك مشخص، أنت هسه كنائب مشخص هذه المشاكل، أكيد الحكومة مشخصة هذه المشاكل، وعلى قولتك كل المواطنين العراقيين يعرفوها حتى أصغر فئة من العراقيين. طيب لعد وين الحلول؟ حضرتك تتحدث عن المنافذ الحدودية الرسمية، عن المطارات، عن غير أرفقة بالدولة. طيب احنا بدنا نتحدث عن منافذ غير رسميه، منافذ حدوديه غير رسميه، زين هذه شلون كل هالملفات راح تتعالج؟ هذه الحكومه هذه الملفات لا تعالج من خلال حكومات محاصصه ولا تعالج من خلال حكومات يسيطر عليها احزاب هي فاسده، ولا تعالج من خلال حكومات يعني ضعيفة وفي ظل أحزاب لديها ميليشيات ولديها سلاح ولديها يعني دولة عميقة. بالتالي نحتاج إلى حكومة قوية مسيطرة متمسكة متماسكة، يعني مسيطرة على حدودها على سلاحها على مواردها، وهذه يعني الآن تقريبا شبه مستحيلة لأنه تعرفين وضع البلد. يعني حكومة السيد يعني محمد الشاع السوداني ليست بالحكومة القوية؟ إذا تقول لي مقارنة بالحكومات السابقة فهي جيدة في تقديم الخدمات، أما أن تقول لي قوية بمعنى مسيطرة على حدودها على السلاح على يعني أين هي هذه السيطرة؟ زين سيادة النائب مو التركة هم كانت ثقيلة، يعني حكومات سابقة كانت عليها الكثير من الملفات ورحلت إلى هذه الحكومة ولذلك يصعب التعامل وياها؟ وأنا أؤكد لك أنه أثقلت الحكومات السابقة كلها، أثقلت كاهل هذه الحكومة، وهذه الحكومة حكومة يعني هي أفضل حكومة أجتي وهي أفضل حكومة تستطيع أن
يعني عالجت الكثير من الملفات المعلقة، وهناك مشاريع لم تطرح في الدولة العراقية بعد سقوط نظام صدام لحد الآن في هذه الحكومة بدأ التنفيذ بها. يعني ليس لدينا أي عتب على الحكومة، العتب على الأحزاب السياسية التي تعرقل عمل الحكومة ويعني تقلل من هيبة الحكومة بميليشياتها وبفسادها وبسيطرتها على بعض الوزارات وهيئات ومؤسسات. لكن سيادة النائب هم راح أرجع لك لتساؤل طرحه الشارع العراقي اليوم، الكتل السياسية داعمة لحكومة السيد محمد الشيع السوداني، إذا ليش اعترضت لما مجلس الوزراء قدم هذه الموازنة، جداول الموازنة؟ ليست كل الكتل السياسية هي المعارضة، هناك أصوات عالية داخل مجلس النواب هي التي اعترضت، وهي جزء منها لمعلوماتك جزء منها معارضة لحكومة السوداني، وتريد أن يعني تتكلم عن حكومة السوداني من خلال مظلومية المحافظة أو موازنة المحافظة. طيب، هي وصلتكم جداول الموازنة سيادة النائب؟ وصلتنا بالكامل. نعم، شو كنت راح تتناقشون في أول جلسة عن كل هذه النقاط اللي حضرتك ذكرتها؟ احنا ناقشنا يعني جلستين، عقدنا جلستين، الجلسة الأولى لكيفية عمل اللجنة، لأنه هذه أول مرة في تاريخ الدولة العراقية تأتي الجداول بدون نصوص، والصلاحية المخولة في الجداول يعني مفروضة على مجلس النواب جميعا واللجنة المالية على وجه الخصوص أنه تصادق على هذه الجداول، فهذه أول مرة، لذا عقدنا الجلسة الأولى لكيفية التعامل مع هذه الحالة الجديدة وما هي الخيارات والخطة لتنفيذها. في الجلسة الثانية دخلنا في صلب العمل، كيف نرسم يعني خطة عملنا بحيث يعني نخرج بتقرير يبين حيثيات الجداول، وإذا كانت هناك مظلومية نستطيع أن نعالجها. من ضمن هذه الخطة الجلوس واستضافة وزيرة المالية ثم وزير التخطيط باعتبارهما كوزارتين مسؤولتين مسؤولتين عن إعداد الموازنة حسب قانون الإدارة المالية. سنستمع لهما غدا، لدينا جلسة مع وزيرة المالية والأيام القادمة مع وزير التخطيط، وبعد ذلك سنذهب إلى الخيارات المتاحة لنا. زين سيادة النائب، شنو هي الخيارات المتاحة لكم بعد هذه الاستضافة؟ يعني هل أنتم وضعتم خطة لدراستها؟ شخصتم المشاكل الموجودة وما تطرحونه على وزارة المالية ووزير التخطيط؟ شخصنا مجموعة أسئلة وهي جاهزة وسنطرحها على الوزيرين إن شاء الله، وبعد ذلك الخيارات المطروحة أمامنا هي خيارات محدودة، إما أن نمضي بالجدول كما أتى من الحكومة أو أن نذهب إلى تطبيق صلاحياتنا. صلاحياتنا مثل ما قلت لك عندنا ثلاث صلاحيات، صلاحية هي التخفيض وهذا يبقى ما أدري يعني الإدارة ائتلاف الدولة وستقبل بالذهاب إليه لأنهم لم يقبلوا بالتخفيض في موازنة 2023، والخيار الثاني هو المناقلة، فنستطيع أن نناقل، ويبقى هذا الخيار أيضا بيد وزير دولة رئيس الوزراء، هل سيطعن به في المحكمة الاتحادية، وإذا طعن حتما سيحسم لصالحه. طيب، ولدينا الخيار الثالث بطلب زيادة سقف الموازنة، وهذه باعتقادي غير ممكنة لأن العجز كبير فيها. فالخياران المتاحان لنا هما خيار التخفيض وخيار المناقلة. التخفيض الجماعة ليس معه لأنه هناك مظلومية، فعندما تخفض لن تستطيع معالجة المظلومية، يبقى الخيار الوحيد أمامنا هو خيار المناقلة. طيب، هذا جدا واضح، لكن سيادة النائب هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت، وتأخير على تأخير ما يقبل المواطن العراقي، فكل هذه الإجراءات اللي حضرتك تحدثت بها ايش قد من الممكن ان تاخذ وقت؟ والله اذا بيدي اخلصها ثلاث ايام، لانه جلسه مع وزير الماليه، جلسه مع وزير التخطيط، وجلسه لحسم الموضوع، لا اقل ولا اكثر.
طيب، لكن الكتل السياسية بكل تأكيد راح يكون لها رأي آخر. تتوقع راح يكون اكو تغيير بجداول الموازنة لو راح يثبت القرار عليها وتمشي، لأنه اكو بعض الكتل السياسية ترفض المناقلة سيادة النائب؟ الكتل السياسية اغلبها متمثلة في الحكومة، هذه الحكومة حكومة يعني محاصصة، وحكومة بها السنة والكرد والشيعة، كل الكتل القوية متمثلة في هذه الحكومة، بالتالي القرار باعتقادي سيحسم في إدارة ائتلاف الدولة، سواء بالتخفيض أو بقائها بالمناقلة أو بقائها، القرار سيحسم هناك وسيتم تمريرها بأسرع وقت ممكن. زين، من وجهة نظر حضرتك ايش قد راح يمرر من جداول الموازنة؟ ايش قد راح يتم تنفيذها على أرض الواقع؟ ايش قد النسبة؟ يعني احنا في موازنة 2023 أقرناها في الشهر الرابع، اللي تم تنفيذها تقريبا 72% الى اقل من 75%. نحن الان في الشهر الخامس، نهايه الشهر الخامس، لحين اقرارها سندخل في الشهر السادس. يعني هذه المشاريع اذا تم تقديم يعني معاملاتها لحد المصادقه عليها في وزاره التخطيط وحكومه وهذني يراد له شهر، معناتها المتبقي سيكون أقل من 5 أشهر، يعني 4.5 أشهر باعتقادي. في أفضل الأحوال سيتم تنفيذ 60%، ولكن الجيد في هذه الموازنة أنه نحن صوتنا في موازنة 2023 على أن تكون الاستمرارية في صرف الموازنات ل3 سنوات مع بعض، بمعنى الحكومة الآن تستطيع أن تصرف موازنة 23 مع 24، وإذا دخلنا في 25 فتستطيع أن تصرف 23 مع 24 مع 25 في نفس السنة. شكرا جزيلا عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات اللي وضحتها حضرتك، شكرا. ملفنا الثاني راح يكون عن تنفيذ أكثر من 27 أمر قبض واستخدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهرين، خصوصا في ملف الرشاوى، وراح نفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سعد. رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة أزاء قضايا الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، فإن عمليات سرقة المال العام مستمرة، حيث ظهر إيجاز لهيئة النزاهة الاتحادية عن صدور 27 أوامر قبض واستدعاء بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر نيسان الماضي لتورطهم بالفساد. هنالك يعني إجراءات قضائية، إجراءات من هيئة النزاهة، إجراءات من الأجهزة الأمنية وخاصة جهاز الأمن الوطني بملاحقة هذه العناصر الحقيقة المجرمة اللي تعيث في الأرض فسادا وتقتل أبناء جلدتها، ولكن حجم الفساد يعني أكبر من كل الجهود الموجودة. يعني يوم أمس نستغرب عندما يكون هنالك مدير منفذ، وهذا المنفذ مهم في نقل البضائع داخل العراق، أنه يستلم رشوة بمبلغ أكثر من 1.5 مليار من أجل إدخال مواد منتهية الصلاحية، يعني هاي تساعد في قتل أبناء الشعب العراقي. تستمر النزاهة بالتعاون مع وزارة الداخلية في التحقيق والكشف عن المتورطين في بغداد والمحافظات، حيث شملت أوامر القبض على عضو مجلس نواب سابق وست مدراء عاميين، فضلا عن محافظين سابقين وعضو مجلس محافظة حالي، لتورط بعضهم بملفات تتعلق بالأموال المهربة وتسليم الهاربين. هنالك فاسدين ومتنفذين يهربون الأموال، يهربون الآثار، يهربون الاتجار بالبشر، والكثير كثير من الأمور، هاي الملفات الكبيرة وهذه المرعبة، يعني حقيقة مرعبة، في أرقام مرعبة وشخوص مرعبين يتلاعبون بالدولة وبالصالح العام وبأموال الدولة وحتى البشر يتلاعبون فيه. إذن هذه خطوة إيجابية تحسب على هيئة النزاهة وكل العاملين في هذا الفريق وكل الشرفاء اللي يشتغلون يخدمون الوطن. محاولات قطع أذرع اخطبوط الفساد في العراق تستمر من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، آخرها إصدار أوامر قبض بحق 42 من المتهمين الذي تم ضبطهم بالجرم المشهود. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية.
محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع الكاتب والصحفي الأستاذ حليم سلمان، حياك الله. أهلا وسهلا. 27 أمر قبض واستخدام بحق مسؤولين من الدرجات العليا خلال شهر واحد، هذا الرقم اعتيادي لو تصفية لو مبالغ به، شنو الموضوع أستاذ؟ يعني يبدو أن يعني العراق راح يشهد خلال راح أقول خلال السنوات المقبلة وليس الأشهر المقبلة، نعم، كثير من هذه الأخبار أو كثير من هذه العمليات المباغتة أو ربما عملية كر وفر تمارسها هيئة النزاهة بحق عدد من المشتبه بهم، نعم. وبالتالي أنا يعني أود أن أشير معنى هذا أننا نسير في طريق ما إلى نهاية من معالجة هذا الخلل الكبير في مؤسسات الدولة العراقية، يعني وجود هذه الآفة، متى يتم العلاج آفة الفساد؟ حقيقة يعني كل هذه العمليات اللي تمارسها هيئة النزاهة يعني منذ تشكيل هذه الحكومة ولحد الآن، يعني إحنا نسمع كثيرا من وسائل الإعلام شبه يومي أن هنالك يعني أنشطة لهذه الهيئة بحق عدد من من مرتكبي أو مخالفي القانون، ربما مخالفات إدارية أو مخالفات يعني ترتبط بالتلاعب بالمال العام، يعني اللي هو بين قوسين الفساد، وبالتالي تثبت عليه أو ما تثبت عليه. خلينا نتفق، تذكر من صار التصويت على الدرجات العليا والدرجات الخاصة الكتل السياسية قامت ولم تقعد؟ زين لما 27 واحد منهم مسؤول خلال شهر واحد يتهم بهكذا اتهامات، يعني مو معناها اكو جهات متنفذه تقف وراء هؤلاء الشخوص؟ يعني اكيد بطبيعه الحال كل الدرجات الخاصه يعني اقدر اقول 90%، خلينا نعطي 10 يعني معتمدين على الكفاءات يعني الاختيارات، 90% من الدرجات الخاصه هي عمليه ترشيح من الاحزاب والكتل المشاركه في الحكومه أو الداعمة للحكومة، ولذلك أنت تشوفين إذا تأخذين مثال أي وزارة تدخلين إلها عدد المدراء العامين، عدد وكلاء الوزارة، تنزلين بعد هسه صارت مودة جديدة، عدد المدراء، عدد رؤساء الأقسام، مسؤولي الشعب، كل هذه العملية تستحوذ عليها بعض الأحزاب المتنفذة، يعني وبالتالي هي عملية تحاصص وهي عملية يعني بالضبط اريد نقول عليها هي تغانم، يعني حصتي وين، كل الاحزاب تتحدث يحسبونها بالكولكليتر حصتي وين، ولذلك اي خلل يصير معناته هسه هيئه النزاهه من تقول خلال شهر جايبه 27 درجه عليا اثبت عليها الجرم المشهود الفساد، هذا يحتاج لشنو بعد اكثر حتى احنا يعني على الأقل وسائل الإعلام تساهم في القضاء على آفة الفساد، يحتاج أن نفضح نقول كل واحد من هذولة لأي جهة حزبية أو سياسية تابع، رح يقول إحنا هنا مستقل. لا ماكو مستقل، ماكو مستقل، أي درجة خاصة الآن في الدولة العراقية لا تقولي لي مستقل، المستقل مسكين ما يحصل اي شيء ستي. شلون راح تقدر اذا ما تنتمي انت شلون راح تقدر تثبتها؟ هو راح يقول لك انا اللي اقول لك شلون اثبتها، على هيئه النزاهه ان تمارس مزيد من الشفافيه، يعني هيئه النزاهه لا تكيف احنا نمدح بيها وانتم جايبين لكم 27 واحد ويوميا مسوي لكم مؤتمر صحفي، هاي اجراءاتكم كلها ما تفيد، لانه احتمال كبير من ذول ال 27 يجوز يصفون 7 وال 20 يطلعون، لانه موجوده الضغوطات وموجوده التدخلات، وهذه على سد لي هذه واسد لك هذه، اذا هذا مو تنفيذ قانون ستي موجود. ولذلك هل تملك هيئه النزاهه، وانا اتحدث مع رئيسها فضيله القاضي حيدر حنون، هل يملك الشجاعه، ها هل يملك الشجاعه وبالتنسيق طبعا مع الحكومه، طيب، انه يقول هذول المدراء العامين المن تابعين، وبالتالي بدايه ما تشكلت هذه الحكومه إيش قالت الكتل السياسية؟ قالت إحنا ما مستحين من هذا الموضوع نقول هاي الوزارة إنه أو هذه الوكيل أو المدير العام، ليش؟ لأنه لازم الأحزاب تتحمل مسؤولية نجاح اللي راح تدعمه أو فشله، بمعنى إذا رشح فلان الفلاني لوزارة الفلانية من
هذه الجهة اللي صارت حصتها الحزبية أو التيار الحزبي لا يستحي يقول إحنا حصتنا مثلاً وزارة العمل، فإذا يصير خلل في وزارة العمل معناته إحنا كمواطنين عراقيين نقول حصة وزارة العمل مثلاً من الحزب الفلاني، ولذلك نحمل المسؤولية عن الحزب نفسه إن حرم بالانتخابات. أنا المواطن شلون أساهم أحرم هذا الحزب بالانتخابات المقبلة من أن يصير لنفوذ بالشارع العراقي أو في البرلمان؟ بس خلينا نتكلم بأكثر عقلانية. يعني هو لما صار له 30 سنة أو 40 سنة بالدائرة وهو يحب يأخذ رشوة، طمعا بالرشوة مبالغ كبيرة، زين هذا الحزب شو له علاقة؟ يعني إذا هي نفسها أمارة بالسوء يجوز سوى هاي من وراء حزبه، جزء هو حبي يبوك وحب ياخذ رشوه، جزء منه لازم نحمل منتشره في دوائر الدوله. طبعا ستي هذا الموضوع موجود، متفقين انا وانت انه موضوع الرشوه بكل المؤسسات العراقيه هذا متفقين عليه. احنا انت حضرتك سالتي قلتي هذه الكتل والاحزاب اللي جابتهم هذول تتحمل المسؤوليه، انا جاوبتك نعم تتحمل المسؤوليه، جاوبت بشكل واضح هتحمل مسؤوليه. لذلك انا اقول هل تملك مره اخرى هيئة النزاهة الشجاعة تعلن على الأقل عن اثنين ثلاثة هسه تسربها الوسائل الإعلام حتى ما يتحملوا المسؤولية يقولون ترى مدير عام كذا كذا اللي أثبت عليه الرشوة أو تعاطي مال مخالف للقانون أو التلاعب بالمال العام ترى هذا تابع لهذه الجهة السياسية. ستي لحد الآن ما يمارسون هذا الشيء. هاي النقطة جدا واضحة، الموظف العادي اللي ما جاي من حزب ليه صارت عنده ثقافة يأخذ رشوة؟ اي هذا السؤال جدا مهم، هذا اصبح عندنا نقدر نقول مرتبط بالبيئه الاجتماعيه اللي احنا عايشينها. للاسف يعني يبدا عمليه الضغط على المواطن وحرمان المواطن من ان ياخذ حقوقه من نفس المواطن. المواطن ست فرح عنده شخصيتين، شخصيه مواطن يريد ياخذ حقوقه يروح يراجع دائره، يراجع التربية، يراجع العقاري، يراجع البطاقة الوطنية. هسه مو هم قالوا النزاهة اليوم لازمين واحد مدير للبطاقة الوطنية ياخذ رشوة؟ صحيح. هذا المواطن. بنفس الوقت هذا المواطن ايضا يعيش شخصية اخرى اذا صار موظف. هو نفسه هذا المواطن نفسه، شوفي ست هاي قضية نفسية اجتماعية معقدة، نفسه هذا المواطن ينسى هذني من يراجع بدوائر ويضغطون عليه يعيش الحالة الثانية يمد إيده أو يمارس. طبعا هذا مو عدم انفصام، هذا مو مريض نفسي. طبعا هاي أمراض نفسية طبعا. عملية الحصول على الرشوة والابتزاز للآخرين هي أمراض نفسية معقدة، ولذلك إحنا يعني مقابل شوفي هذه واحدة من أسس الحكم الرشيد مقابل عملية البنيان. يعني هسه مثلا الحكومة قاعد تطرح مشاريع وجسورة ومياه ومجاري وسكن إلى آخره، لازم يرافق هاي العملية بناء الحجر، لازم يرافق بناء الإنسان. وأنا أقول لك ما أبالغ إذا ما اهتمت السلطة في موضوعة بناء الإنسان بناء المجتمع، ستي مجتمعنا يعيش حالة اللا استقرار. ولذلك من يأخذ الرشوة هو مواطن، ومن يعطي الرشوة هو مواطن، ويعيش في هذا المجتمع. واتفقنا أنا وإنتي أنه تقريبا أغلب مؤسسات الدولة فيها هذا المرض. طيب ما هي واجبات السلطة تجاه هذا الموضوع؟ هل نكتفي فقط بهيئة النزاهة؟ هيئة النزاهة يعني حتى إمكانياتها محدودة، الجهات الرقابية لكن على الوزارات ما مفعلة، ما موجودة، ما موجودة. الآن مثلا الحكومة سوت، أنت تعرفين قبل موجود كان المفتش العام، حتى المفتش العام يعني بالرغم من أنه كان يؤدي أداء جيد لكن قسم من عندهم يمكن أساءوا للمفتشية. اليوم الحكومة شو تسوي؟ مديرية الرقابة والتدقيق، مديرية التدقيق في كل دائرة في كل وزارة. الحكومة الآن أعتقد بالتنسيق وهيئة النزاهة حولتها إلى مديرية التدقيق والرقابة، لأن الآن أغلب مؤسسات الدولة ما فيها رقابة. يعني حتى ديوان الرقابة المالية من يجي مثلا يجي إلى وزارة العمل أو وزارة البلديات مثلا، أضرب مثل، حتى يؤدي دور الرقابي ست يجوز بالسنة مرة يجي،
أو عند مكتب عدد موظفين قليلين يمكن كل 4 أشهر أو 5 أشهر يعني يمر، لكن هذه لو تنفذت الآن هي حقيقة بدأوا بيها بشكل عملي، أصبحت هاي المديرية حتى مديرها يجي تعيينه من مكتب رئيس الوزراء ويمنح مخصصات ويمنح صلاحيات. الغرض منها أن مديريات التدقيق في الدوائر كلها هذه اللي موجودة في كل وزارة أنا أقصد تحولت إلى تدقيق وتحولت إلى رقابة، ولذلك اليوم هم يبحثون أيضا عن الموظفين الصالحين الجيدين اللي عندهم قدرة في عمليات التدقيق والرقابة. يمكن أقول لك هذني إذا طبقت قد تساعد هيئة النزاهة، بمعنى هيئة النزاهة تصبح عندها أذرع في الوزارات ومؤسسات الدولة. لكن سؤالي، وحتى لو الموظف جيد يجي المواطن يدفع له فلوس يقول له سهل لي هذه المعاملة، المواطن المشكلة بي صارت عنده ثقافة دفع الرشوة. ولذلك نرجع ونقول هذا المرض يحتاج لعلاج، العلاج على السلطة، السلطة يجب أن تمارس هذا الدور طبعا، وحتى المؤسسة الدينية بالمناسبة ومنظمات المجتمع المدني يجب أن يكون يعني تكون هنالك حملات يعني حملات وعي، وبالتالي أنا كسلطة شلون أخلص عملية احتكاك المواطن خلينا نقول بالموظف أو المواطن، يعني تقصد إزالة الحلقات الزائدة. إحنا المفروض هسه إحنا ماشيين بهذا المشروع، مشروع الأتمتة أو الحكومة الإلكترونية، كل ما قللنا عملية احتكاك المواطن أو ذهابه إلى أي دائرة من الدوائر كل ما قللنا من هذا الموضوع رح يقل الفساد. طبعا ماكو مجال أن تحتك أنت بيه. هذا شلون يجي؟ هذا يجي من يصير مشروع عظيم كبير تتبناه الحكومة، ويبدو لي هي الحكومة ماشية بهذا الموضوع لكن مو بهذا الطموح اللي إحنا نريده، أو اختصار الوقت. اليوم العالم ستي قام يتعامل بالذكاء الاصطناعي، إحنا بعد ما نلحق، وفي العراق لحد الآن نتعامل في الأوراق وصحة الصدور، وتصور لي الايدنتيتي مالتك إلى آخر من هاي اليوم. اليوم أنا المفروض أستعمل تليفوني في معاملاتي مع البنك، مع البلدية، مع الكهرباء، مع العقاري، يفترض بهالشكل. نعم. إحنا كل دول الجوار سبقتنا في هذا الموضوع، إحنا المفروض نستفاد حتى من تجارب دول الجوار، من أقول إحنا نقصد حكومة هاي يحتاج لها قرارات قوية. نعم. تسويها. أقول إلى أي مدى الحكومة ماضية في مشروع الحكومة الإلكترونية التي هي هذه الأخرى تساعد هيئة النزاهة في تقليل حدوث التجاوز على المال العام وربما المخالفات الإدارية. راح أتكلم وياك بمنتهى الصراحة. نعم. مشكلتنا مشكلة تشريعية، يعني هسه اللي بقله مليون دينار مثل اللي بقله مليار ونص، هذا ينذب سجن وهذا ينذب سجن. المشكلة إدارية، شوفي المشكلة في العراق إدارية. لو كان المانجمنت، يعني مرة أخرى أقول السلطة المفروض دائما عندها جهاز تنفيذي رقابي عند القدرة على معالجة كل الخلل. الآن كل إحنا نتفق أن مشكلة العراق وما يحدث في العراق هي ليس مشكلة مالية، المال موجود، المشكلة إدارية. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة من أن نعيد هيكلة، شوفي هيكلة كل الإدارات في المؤسسات العراقية، ومنها من أقول هيكلة منها أنه أنت هذا النظام الإلكتروني أو الحوكمة الإلكترونية من تدخل في صلب عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات، أنت راح يصير عندك رؤية جديدة في طريقة إدارة مؤسسات الدولة، في طريقة التعامل مع المواطنين، مع احتياجات المواطنين، مع طلبات المواطنين. لنتفق كل الحكومات اللي تيجي أول شعار تتخذه مكافحة الفساد، يا راس فاسد كبير شفته خلف القضبان أو يعني جعلوه عبرة للمواطن حتى المواطن يخاف يأخذ رشوة لو يقدم على عملية فساد. يعني أني صير قدوتي كمواطن يفترض المسؤول في الدولة، هسه الوزير، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، رئيس الحزب الفلاني يصير قدوتي. يعني أنا كمواطن أباوع له، ليش؟ لأن هذا يخرج كثير في الإعلام، ينظر بروسنا كثير، كل هاي الأمور. يعني أنا إذا شفت، أنا مواردة أصلج،
أنا إذا شفت اللي أنا أريده قدوة إلي واقتدي به، أنا إذا سمعت علي حكي وشفت سمعت علي احترت ورطيني أنه هو هذا فاسد ويسرق المال، إن كان وزير إن كان رئيس أعلى إن كان وكيل وزير إن كان مدير عام، بالمناسبة وحتى من القطاع الخاص إن كان رجل أعمال يورط مسؤول في الدولة في الحصول على الرشوة مقابل أنه تصير مخالفات يعني يمشي لبعض الأمور، هذا أيضا متورط. فأنا من أشوف المواطن أو الموظف، خلينا نقول الموظف يشوف هذا المدير العام يعني الإمكانيات صارت غير شكل، للأسف للأسف لقلة الوعي، سمع ستي، لقلة الوعي ولقلة الإيمان. اليوم أنت اللي عنده مبادئ ويحترم مبادئه ويحترم حتى تربية عائلته ما ينجرف، ولذلك عندنا عدد لا يحصى من الموظفين النزيهين وبارك الله بهم ويؤدون واجباتهم أفضل من مجموعة وهي صغيرة فاسدة تنخر بمؤسسات الدولة. بالمناسبة علينا أن نقيم وهذا الشيء جيد. نعم، شكرا جزيلا حليم سلمان الكاتب والصحفي، نورتنا في حصاد اليوم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إذا مشاهدينا ومتابعينا، ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبارنا اليومية لهذا اليوم. السوداني يبحث مع غوتريش هاتفيا توقيتات إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق. وزير الصحة يعلن أن العراق سيترأس الدورة 60 لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب. وزير الداخلية يعلن موافقة القائد العام على تخصيص منفذ بحري لزوار الأربعينيات الوافدين. وزير العمل يوجه بنقل تخصيصات 37 ألف مستفيد من الحماية لتعيينهم بصفة عقد. فريق التواصل الحكومي يؤكد على إيجاد آلية للتعاون مع الفرق التطوعية لدعم الأسر الفقيرة.